تمام ست، تمام واضح. تمام، أعتذر جدا طلاب، فجأة النت فصل، بس الحمد لله نقول رجعنا مو تمام. زين، تمام طلاب، شكرا لكم. إذن طلاب تذكرون طرحنا عليكم سؤال مو تمام، هذه قلنا زملائكم أيضا شاركوا أنه عندنا ثلاث زون مو تمام، ثلاث مناطق، فهذه مجرد أنت هسه بس كرؤية إلها. أريد الطلبة اللي ما حضروا ويانا يوم السبت بسبب الاجتماع، اتفقنا أن الواي شيء الطلاب هو عبارة عن ماذا؟ عن الأنتيبودي تمام، وهذه البارتيكل اللي لونها أحمر هذه الكرة، خلينا نقول هذا الأنتيجين. فأنت مجرد هسه تباوع لهذه الصورة طلاب، تقدرون تقولوا لي من الأكثر، من الموجود هسه حاليا، الأنتيجين أم الأنتيبودي؟ من البي فائض أكسس يعني زيادة؟ بالنسبة للصورة الأولى يكون الأنتيبودي أكثر من الأنتيجين. بارك الله بيك، ممتاز، أحسنت أحسنت. إذن طلاب هذه مجرد مثل ما قال زميلكم، إذا تلاحظون هذه antibody excess، كلمة هذه طلاب excess يعني فائض أو زيادة. بعد طلاب هذا المصطلح اللي فوق اللي هو البرو زون، هذا طلاب من الممكن أنت إذا يجيك تعريف بسيط خلينا نقول بكوز نجيبه، مثل كلمة برو زون، هذه برو وزون مو تمام، هذه هي تعني antibody excess، يعني شنو؟ عندك زيادة بالانتيبودي، واضح طلاب؟ فخاف يجيك هذا المصطلح تنتبه له وتركز به، أنه البروزون هو عبارة عن antibody excess. طلاب هسه انتقلوا وياي للزون الثالث، هذا طلاب شو تلاحظون هنا العملية؟ من الأكثر أيضا؟ من البي زيادة؟ الانتيجين. ممتاز، شكرا جزيلا، أحسنت، حلو، بارك الله بيكم. إذن هذه البارتيكل هذه طلاب اللي هي شنو مثل ما قلتوا أنتوا، هذا الأنتيجين هو بي زيادة. المصطلح هنا طلاب شنو نطلق عليه؟ بوست زون، واضح؟ بوست زون، أحسنت. فبالتالي أنتوا ثبتوا واحد حتى بالتالي يسهل عليكم الحفظ، يعني من تثبتون البروزون أنه هذا خصو بالأنتيبودي، زيادة بالأنتيبودي، والبوست زون زيادة بالأنتيجين. طبعا أنا لا هذه الحالة طلاب الأولى ولا الحالة الأخيرة راح يصير عندي ترسيب مثل ما زميلتكم تفضلت ومسألنا على الرينج تيست، شنو قلنا؟ متى يحدث عندك إذا أريد أقول لك سؤال وين بريسيبيتيشن أكر، يعني متى يحدث الترسيب؟ مثلا فراغ طلاب شو تكتبوا لي بيه؟ يا منطقة، حتى تلاحظون هنا الشكل مرتب صح لو لا؟ هذه طلاب هذه الزون شنو اسمها؟ هذه الزون هسا عرفنا هذه الزون شنو اسمها مو صح؟ الأولى، والزون الثانية ممتاز ممتاز زهرة حيدر، اللي هي زون اوف إكويفالنس، واضح طلاب؟ حتى تعودوا عليها ان شاء الله، ومثل ما اتفقنا على آلية التجزئة حتى سهولة الحفظ، وايضا ماذا طلاب؟ التلفظ والاملاء. إكوي لحد هذه الآي يعني متساوي صح لو لا؟ وكلمة فالنس يعني تكافؤ، فمن صار طلاب سوى كلمة واحدة صارت منطقة التكافؤ، زون اوف إكويفالنس، واضح طلاب؟ عندكم شيء عن هذه الصورة؟ لان هذه المناطق جدا مهمة، يعني يجوز إن شاء الله بالمستقبل إذا الله شاء وخلينا نقول وضحوا آلية الامتحان طلاب، فمن الممكن هذه الصورة يعني خلينا نقول مرشحة تجي، واضح؟ وأعتقد إن شاء الله بسيطة جدا وواضحة، ممتاز، واضح؟ أكو طالب عنده الصورة فدرها؟ اللي بالمنتصف. نعم، الصورة اللي بالمنتصف بس أشرحها عنها شوية عيدي. تمام طلاب، هذه الصورة طلاب اللي بالوسط حتى تلاحظوا لي هسه هذه الصورة الأولى خلينا نقول يعني حتى ترتيب ما مرتبة مو تمام، هذه كذلك، وأيضا شنو لاحظنا؟ أنه أكو زيادة هنا بالأنتيبودي صح لو لا؟ وهنا زيادة بالأنتيجين، بحيث باقي هذا الأنتيجين خلينا نقول ما مرتبط، يعني عدد فائض من الأنتيجين. تلاحظوا لي طلاب هو هذا اللي أطلقنا عليه مصطلح اللاتس طلاب، أو اللاتكس اللي هو قلنا عليه الشبكة، واضح؟ هذه طلاب حتى تلاحظوا لي شكلها شلون مرتب مو صح؟ احد زملائكم طرح سؤال بالشات انه الافينيتي هي نفسها البروزون، احنا تذكرون الافينيتي لو الافينيتي اذا اريد نقول شنو الافينيتي طلاب ايش تتذكرون عنها؟ هي ارتباط، توافقون زميلتكم الراي؟ طلاب انتبهوا وياي، زميلتكم طرحت صراحه سؤال حلو، زهراء محمد قالت الأفيديتي هي نفسها البروزون، شو تقولون؟ ها طلاب، هو البروزون عبارة عن شنو؟ هنا أنا أنتيبودي أكسس صح لو لا؟ صاير زيادة بالارتباط بالأنتيبودي، ها طلاب يقدر طالب يشارك؟
حلو حلو، جايز زهراء حيدر. زميلتكم أثار السؤال جدا رائع صراحة، حتى يثير التفكير، فالطالب اللي رابط خلينا نقول ويعني مركز بشكل جيد فحلو راح يربط. حلو أحسنتم، إذا توافقون أنه مو نفسها صح لو لا؟ لأن هنا أنا شنو هنا صاير عندي فائض بالأنتيبادي، يعني إحنا صح شنو قلنا الأنتيبادي بالحالة الطبيعية يرتبط بـ two binding sites صح لو لا؟ بينما تلاحظوا لي هنا أنا هذا الأنتيبادي هذا ثلاث يعني ثلاث أنتيبادي مرتبط بأنتيجين واحد صح لو لا؟ وطبعا بآلية جدا مو صحيحة، يعني هذه مو خلينا نقول العفو بـ specific يعني الإبيتوب الموجودة بالأنتيجين أبدا، لذلك ما راح أشوف شيء تفاعل بالعين visible. واضح طلاب؟ هذه طلاب النت الشبكة هذه هسه مجرد إذا تنتبهون وياي طلاب راح أشر بالبوينتر، وإذا واضح قولوا لي هذا الأنتيبادي مرتبط بتو أنتيجين صح لو لا؟ بهذا التو بايندينج سايت. هذا هسه خلينا نقول باي أون إتسيلف الوحدة طلاب أقدر شنو أطلق عليه هذا؟ شو تقولون أفينتي لو أفيديتي؟ ها طلاب أكو صار عندكم أرباك أو إشكال؟ يا ريت طالب يتفضل، ماكو أي مشكلة طلاب، أنا عندي هذه جدا ضرورية تفهموها، راح طلاب أعيد الشرح أيضا بشكل أوسع، بس أجاوب على سؤال زميلكم أكرر العفو الشرح على هذه النقطة. زين طلاب انتبهوا وياي، قلنا هذه زون أوف إكوبالانس، يعني إن شاء الله من يجيك سؤال متى يحدث ترسيب أنت لازم تكتب عند أي نقطة طلاب عند زون أوف إكوبالانس. حلو نور سلام زميلتكم تقول الأفيديتي، حلو تمام اللي هي مثل ما قلنا أحسنتم زهراء حيدر اللي هي شنو it's the force that keep all molecule together صح لو لا؟ إنه أكثر من أنتيجين وأكثر من أنتيبادي. إذا برأيكم هل بإمكاني أطلق على هذه الزون of equivalence أطلق عليها بالأفيديتي؟ شو تقولون صح لو لا؟ طلاب أنا راح أكمل شرح وإن شاء الله أي إشكال يصير أو ارتباط وإن شاء الله أريد بالكم وياي، بس ركزوا وياي. تمام حلو حلو إجاباتكم حلوة. زين إذا انتبهوا وياي طلاب، راح أرجع على هذه الصورة. قلنا هذه طلاب من أسألك سؤال متى يحدث أو precipitation أكر وين فراغ، يعني أقول وين زون فراغ أي زون، أكيد عرفتوا أنه أي زون زون of equivalence اللي هي منطقة التكافؤ طلاب. شنو أقصد بيها؟ تلاحظوا لي هذا الشكل هو هذا اللاتكس اللي هو عبارة عن شنو؟ الكروس لينك ستركتشر، واضح؟ هذا الارتباط طلاب اللي يصير مثل النت الشبكة، واضح؟ ياخذ خلينا نقول أي شكل، إنه كل أنتيبادي تلاحظوا لي ماخذ كم أنتيجين؟ 2 مو تمام؟ وهو هذا الفعل صح لو لا؟ وتلاحظوا لي هذا هسه الأنتيبادي مرتبط بـ 2 بايندينج سايت، ماخذ هذا الأنتيجين وماخذ هذا صح لو لا؟ وهذا كذلك واللي بعده، فمتى ما يحدث بهذا الشكل الارتباط انه كل انتيبادي مو بي 2 بي واي شيء بي 2 بايندينج سايت يرتبط بالانتيجين يحدث عندك ترسيب اللي هو طلاب منطقه تكافؤ، يعني شنو؟ يعني عدد متساوي من الانتيبادي مع الانتيجين ويكونوا لي هذه يسموها اللاتس طلاب الشبكه. واضح طلاب؟ وضحت هسه الصوره؟ اكو فد اشكال معين اي طالب اذا عنده؟ تمام هذا تمام تمام شكرا لكم. اللي بعدها طلاب اتطرقنا ايضا هذا ان شاء الله فيديوهات راح ابتسيل الله ارفعها لكم اليوم كامل ان شاء الله، هذه طلاب اتطرقنا لها ايضا مع زملائكم. تمام قلنا تايب اوف بريسيبيتيشن تيست طلاب تذكرون قلنا شوي جاي لاحظ حرامات تخربطون انه اكو عندي تقسيم العفو رئيسي وتقسيم فرعي، واضح؟ فاللي باللون الازرق هذا الرئيسي طلاب، يعني انت من اقول لك تايب اوف بريسيبيتيشن تيست شنو راح تجاوبني؟ تقول simple precipitation test، ومنو الثاني طلاب؟ precipitation angel، واضح؟ هذه باللون الأزرق تمام. وهذا طلاب اللي أول واحد اللي هو simple يقسم إلى قسمين أيضا، أي منو؟ السلايد precipitation يعني شنو طلاب؟ الترسيب باستخدام هذا السلايد اللي هو الشريحة الزجاجية، وأيضا باستخدام التيوب precipitation test اللي هو الرينج تيست طلاب، واضحة؟ هذا طلاب بكل بساطة هو كان عبارة عن كلام رفعت لكم بشكل مخطط حتى إن شاء الله تسهل لك العملية أكثر. فأول خطوة أنت تحضر السلايد وتضيف قطرة من الرأيجنت اللي هو الأنتيجين أو الأنتيبادي، وأكيد تضيف السيرام وتسوي ميكس بسيط
وهذه طلاب الكلمة clumping خاف جديدة عليك اللي هو التكتل أو التحبب شنو نسميه اللي هو شنو أقصد به هذا عندما يحدث إنه أنت هذه النتيجة positive وطبعاً هذه الكلمة بياز بيرزا يعني شنو العكس بالعكس يعني إذا ما تتواجد هذه clumping واضح أنت راح شو تقول على هذا التفاعل negative وضربنا مثال أيضاً لزملائكم أكيد أغلبكم إذا ما مسوي شايب صح لولا مجاميع الدم من أنت تريد تعرف في دمك أي بوزيتيف أي نيجاتيف مو تمام أو أي بي فبالتالي هذا الطلاب التحبب هو هذا أقصد به الكلامبينج كل ما يزداد إنه هذه النتيجة بوزيتيف وإذا العفو كان قليل أو خلينا نقول يعني جدا ضعيف فأقول عليه ويك وأحيانا أبدا ما يصير عندك أي تحبب تقول على هذه النتيجة نيجاتيف واضحة طلاب عندكم سؤال على السلايد بريسيبيتيشن إنه الترسيب باستخدام الشريحة جدا بسيطة طلاب وبأبسط المفردات تستخدم لها واضح؟ أي طالب عندك أي سؤال أبد لا تفكر أن تقول أقاطع المحاضرة أو أبدا طلاب تمام ننتقل إلى السلايد اللي بعده طلاب طبعا إن شاء الله أنا بنهاية المحاضرة طلاب راح أطالب بأسماء الطلبة اللي خلينا نقول تذكرون قلت لكم أحسب لكم الكويز كوزين واضح؟ فحتى يعني أرتب هذه الأمور أكثر اللي كانوا بالاجتماع واضح طلاب؟ زين فالتيوب ريسيبيتيشن تيست تذكرون قلنا أكو إلى اسم ثاني رين تيست مو تمام؟ إحنا متفقين لا يوجد اسم يطرح طلاب إذا ما إلى علاقة بالميكانيزم صح لو لا حتى هذه ساعدك فزميلتكم شاركت ببداية المحاضرة تذكرون قلنا أنا متى أشاهد هذه الرينج تتكون طلاب واضح؟ يعني متى يحدث الترسيب مثل ما متفقين عند أي زون طلاب يا ريت خلينا نقول بينك وبين نفسك هواية تتكلم بيها حتى خلينا نقول تتعود عليها وتحفظها أي زون زون أوف إكوي بالانس واضح اللي هي شنو منطقة التكافؤ مو تمام اللي التكافؤ ماذا بالضبط جيد اللي هي الأنتيجين مع الأنتيبودي بالتالي راح يحصل عندي الترسيب يعني إن شاء الله إذا مثلا أيضا أجيب لك سؤال هذه الصورة العفو وأخلي لك العفو هنا مؤشر واضح؟ وأطلب منك هذه فأنت شو راح تقلي بالبداية؟ تقلي هذا الرينج تيست صح لو لا؟ رينج زين أقول لك هذا الرينج أو هذا اللون يعني ماذا يعني؟ means فراغ شنو يعني؟ فبكل بساطة يقدر طالب يجاوبني طبعاً هي الإجابة هذه بالصورة المقابلة ها طلاب هذه إذا أجيب لك سؤال وأخلي لك سهم أو بوينتر وأطلب منك شنو تفسير هذه الرينج؟ يعني شنو صار بحيث صارت عندي رينج؟ حلقة ها طلاب يقدر طالب يتفضل ويشارك ويانا نقطة التكافؤ ممتاز ممتاز أحسنتي زهراء حيدر حلو إذن اللي جاوبتني زهراء حيدر ممتاز أحسنتم حلو يعني فهمت الصورة مو حلو إنه هذا الرينج اللي صير الترسيب إنه هذا وصل التفاعل ممتاز ممتاز نور أيضا بالضبط إنه صار عندي منطقة التكافؤ واضح زون أوف إكويفالنس اللي بعدها طلاب اللي هي محاضرتنا اليوم يا ريت تركزون وياي وأيضا راح أطلب مشاركتكم فهم يا ريت إن شاء الله يصير تفاعل حلو حتى المحاضرة تكون أوضح وحتى فهمكم إلها راح يكون أسرع جدا هذه طلاب اللي هي precipitation in gel يعني شنو طلاب أيضا ترسيب لكن وين يكون بالهلام طلاب لاحظت أنا للأسف بما أن العام مرينا بظروف قاهرة يعني انجبرتوا أنه ما تشوفون هذا الشيء صح لو لا الهلام بمادة المولكولار اللي هو علم الأحياء الجزيئي فإن شاء الله أنا ضفت أمس أيضا صور حتى إن شاء الله ساعدكم حتى تعرف شنو الجل اللي هي هذه مادة الهلام طلاب فهذه طلاب إذا أيضاً أجيب لك إياها كتعداد أكيد ككويز لا تخافون مستحيل تجي صح لو لا شوية كلمات مطولة ويعني تحتاج لها أنت وقت حتى تكتبها زين تقسم إلى الأميونو ديفيوجن بين قوسين دبل ديفيوجن صح لو لا قلنا الانتشار ديفيوجن انتشار وميونو مناعي والدبل مزدوج زين الخطوة اللي بعدها شنو طلاب اللي هي راديال أميونو ديفيوجن راديال طلاب يعني شعائي وأميونو ديفيوجن أيضا نفس الحالة واتفقا احنا طلاب ماكو شيء اسمه كلمة صعبة مو تمام يعني هذه إن شاء الله أنت تكتبها تجزئها مثل ما اتفقنا هذه أميونو مو تمام وديفيوجن فثقوا أبدا إذا تستخدم هذه الطريقة مستحيل طلاب تخطأ واضح حتى حرف ما تنسى وإضافة إلى أنت نطقك يكون سليم 100%
والنقطة اللي بعدها إلكترو وأيضا أميونو ديفيوجن، فديفيوجن انتشار وأميونو مناعي وإلكترو. طلاب شو تلاحظون؟ دخل فت يعني كهرباء بالموضوع، مو صح؟ تيار. وهسه نعرف شنو فائدتها. أدفانتج طلاب يعني فوائد. زين، هذه الفوائد طلاب شو تتضمن؟ إنه هذا الرياكشن فيزيبل، مرئي واضح، as a distinct bond. شنو طلاب؟ باند، رابطة جدا مميزة واضحة. هسه نشوف شنو يقصد بيها. يكون stable، هذا النوع من الترسيب، وcan be stained، بإمكاني أنا أصبغه برسيب يحفظ، وأقدر أكشف طلاب different antigen، مختلف إنه الأنتيجين أقدر أكشف عنها. واضح؟ أي طالب إذا المحاضرة موجودة يمك وجاي تكتب، فإذا فاتتك أي كلمة طلاب تقدر تتفضل تكتب بالشات أو تفتح المايك، إن شاء الله أعيد السلايد، ماكو أي مشكلة طلاب. زين، نأتي الآن إلى الدبل ديفيوجن اللي هو شنو قلنا؟ الانتشار المزدوج طلاب. إلها تسمية ثالثة أيضا، هذه على اسم العالم طلاب. شنو اسمه؟ أكترلوني ميثود طلاب. واضح؟ أكترلوني ميثود على اسم هذه أكترلوني. فمن مميزاتها طلاب ايضا بكل بساطه انه هي دبل ديفيوجن بها تو دايمنشن. اكو طالب يعرف شنو معنى ويل؟ دبليو اي دبل ال، ويل. اذا سامعين مرات اكو واحد يقولوا له يعني مثل هاو ار يو، يقول مثل ويل، او بالافلام يستخدموها، مو صحيح؟ هذه طلاب ويل. شو اقصد بها ويل؟ ها طلاب تسمعوني؟ حلو حلو زهراء، حلو، أحسنتم. اللي هي هذه، مو صح؟ إنه جيد أو بخير، مو تمام؟ أحسنتم. لكن هنا طلاب حتى ما تنسوها، أنا تعمدت أطرح هذا الموضوع. هذه طلاب ويل، بما إنه عندي أجار جل، هلام هلام طلاب، هنا أنا تعتبر حفرة طلاب. واضح؟ هذه ويل دبليو إي دبل إل، هنا أنا جاية بمعنى حفرة. هسا تشوفون شنو نقصد بيها. راح أنتقل طلاب للصورة مباشرة، هذه والبرنسبل الآلية أيضا. هذه طلاب انتبهوا وياي، هذه طلاب هو هذا الأقصد به حرفيا، هذا كلامنا طلاب. هلام جل يستخدم، وهسه أكو بعد بالسلايد اللي بعده صورة أوضح أيضا، انتبهوا وياي. هذا أنا المهم طلاب، واضح؟ هذا يختصر السلايدات خلينا نقول الاثنين السابقة. واضح؟ يعني إن شاء الله إذا تريد تضبطها انتبه وياي على هذه الصورة، اضبط لك السلايدات اللي سابقة. واضح؟ انتبهوا وياي طلاب. هنا تلاحظوا لي كم صورة عندنا؟ ثلاثة، مو تمام؟ زين، عندي هنا A مكتوبة identity و B non identity و C partial identity. زين، طبعا identity تعرفون شنو معناها؟ معنى identity، ها طلاب اكو طالب يعرف شنو معنى identity؟ شنو يقصد بيها؟ ها طلاب أتمنى ما تنزعجون من الأسئلة طلاب، هذه كلها لكم حتى أنت تضمن. ممتاز ممتاز حسين، بارك الله بيك، أحسنت. منتظر، بارك الله بيكم، مطابق، أحسنتم. أو بعد يقولون ممتاز نورين، مطابق أو مماثل، صح لو لا؟ فهذه أقول عليها مطابق 100%، مو تمام. ونن أكيد يعني غير مطابق. وبارشيال طلاب، هذه بارشيال تلفظ، هذه يعني جزئي. حتى هسه إن شاء الله نجي لترجمة الصور. هسه طلاب أريد بالكم يمي على صورة صورة. شوف الصورة الأولى هذه الايدنتيتي، التطابق. هذا طلاب شطلق عليه، هذا يسمونه الارتش، واضح؟ القوس. The arch indicate that two antigens، اللي هو هذا عندي two antigen، صح لو لا؟ واحد antibody، مو تمام؟ هذا بالأحمر هو واحد antibody، وبالأزرق هذه عندي two antigen مرقميهم antigen 1 وantigen 2. زين، في هذه الحالة الأولى طلاب إذا تجيك هذه الصورة فقط، واضح؟ هذه الصورة، وأطلب منك هذه شنو تعني؟ فأنت ايش راح تقول طلاب؟ وبأبسط المفردات تقول هذه عبارة عن تطابق. من يشوف هذا القوس؟ إنه هذه تقول حالة أو أي ستيج، هذا الايدنتيتي التطابق، اللي هو عبارة عن شنو طلاب؟ إنه two antigens are identical، يعني هذا الانتيجين هو نفس هذا الانتيجين، واضح؟ لذلك تفاعلوا together with antibody وكونوا هذا الخط. وياي طلاب؟ واضحة؟ ها طلاب هذه الحالة الأولى،
تمام، شكرا نور حيدر، حلو ما شاء الله نور جدا متابعة ويانا والبقية أيضا أكيد. زين بس يا ريت مشاركة طلاب، يعني يا ريت يعني الأبد لا تنحرجون، تفتح المايك وتتكلم، واضح؟ هذه طلاب الحالة الثانية اللي هي النان، شنو يعني؟ ماكو مطابقة، مو صح؟ هذه بغير تطابق. شو تلاحظوا الطلاب؟ حتى الصورة مو صح لو لا، هي خلينا نقول تتكلم عن نفسها، تلاحظوا الخط صاير به علامة كروس، صح لو لا؟ تقريبا كروس، مو اكس يعني احنا نقول عليها. هذه تو كروس لاين ريبريزنت تو ديفرنت بريسيبيتيشن ريأكشن. يعني السلام عليكم طلاب، اكرر اعتذاري ايضا. زين طلاب تسمعوني؟ واضح الصوت؟ تمام اوكي، شكرا لكم، بارك الله بكم، احسنتم. زين طلاب اكرر، بالنسبه للحاله الاولى واضحه ان شاء الله؟ تمام. والحاله الثانيه هذه النان، من تجيك هذه الصوره طلاب وتلاحظ هذه الكروس لاين صايره، تمام، خلينا نقول علامه الاكس، هذه طلاب شنو اقول عليها او انتم تكتبون انه تو كروس لاين، هذه شنو يعني؟ شد انه اكو تو ديفرنت انتيجين، واضح؟ لكن شنو شير نو كومن ايبيتوب، يعني شنو ما يشاركون باي خلينا نقول ايبيتوب متشابه، واضح؟ تمام، بس ما انتبهوا ويانا راح نعيد طلاب الحاله الاولى. ماكو صوره طلاب؟ تمام اوكي، هذه طلاب طلاب واضحة هسه؟ اكو صورة مو؟ طلاب وياي؟ هسه الصورة واضحة؟ تمام، بارك الله بيكم، زين. هذه طلاب راح أكرر على الحالة الأولى، تمام. تمام، هذه طلاب الحالة الأولى اللي هي عبارة عن شنو طلاب؟ اللي هي identity، مثل ما تفضلت وقلتوا هذه حالة تطابق. بارك الله بكم، اللي هي شنو هذا الارتش طلاب، بس تشوفه تقول انه شنو هذه تو انتيجين يتشاركون نفس الصفات، يعني شنو ايدنتيكال، واضح؟ يعني هذا الانتيجين هو نفسه هذا الانتيجين، لذلك صار تفاعل مع الانتي بودي السبيسيفيك لهم، وبالتالي طلاب هذا الارتش القوس هذا يدل انه هذا الانتيجين نفسه هذا الانتيجين، واضحه؟ ننتقل للحاله الثانيه طلاب اللي هي ماكو اي تطابق، تلاحظوا الكروس صايره مو تمام؟ هذه الحالة بس تشوفها طلاب وبمفرداتك البسيطة تقول هنا الانتيجين تو انتيجين شير نو كومن ايبيتوب، او تقول there are two different انتيجين، واضح؟ لذلك طلاب هذا الانتيجين الاول خلينا نقول سوى هذا التفاعل مو تمام، وهذا الانتيجين الاخر ايضا سوى خط بريسيبيتيشن ترسيب، لكن شنو طلاب ليش اختلفوا او ليش صار تداخل؟ لان هذا الانتيجين مو نفسه هذا الانتيجين، واضح وياي؟ واضحة طلاب هذه النان؟ انه هذا الانتيجين مو نفس هذا الانتيجين، لذلك وما يشاركون باي ايبيتوب، كومن ايبيتوب. ممتاز. اللي بعدها طلاب هذه بارشيال، يعني جزيئي طلاب، جزيئي. شو تلاحظوا لي؟ ايضا اكو خط لكن قوس بادي بشكل جزئي، صح لو لا؟ ولذلك سمي بارشيال، جزيئي. انه هذا الانتيجين الاول والانتيجين الثاني لا، شير سم ايبيتوب، اكو شنو؟ الابيتوب تذكرون قلنا عليها شنو اللي هي الديترمنت المحددات، هذه لا تشاركت مع بعض، لذلك صار تداخل بسيط وبعدها صار قطع، واضح؟ لذلك اطلق عليه تطابق جزئي، يعني شاركوا ببعض الصفات، مو خلينا نقول مثل هذه الحاله النن انه هذا الانتيجين يختلف تماما عن هذا الانتيجين الثاني، واضح؟ واضحه طلاب هذه؟ وإن شاء الله أكو فيديو جداً رائع يوضح لك العملية، وإن شاء الله أيضاً إذا أسعفنا الوقت بتسهيل الله يوم السبت أنا هم راح أرفعه لكم على اليوتيوب، وأيضاً أيضاً أكرره لكم بالمختبر. تمام طلاب، إن شاء الله ما أطول عليكم، هسه 24 دقيقة. هذه طلاب الفيديوهات رفعتها لكم، هذه طلاب راح بشكل مختصر الراديال، أيضاً سويته لكم مخطط للسهولة إذا تنتبهون وياي. هذه طلاب عبارة عن الراديال اميونو ديفيوجن، ايضا يسموها مانسيني طلاب على اسم العالم، شلون الدبل اميونو ديفيوجن قلنا اكثر لوني مو صح؟
هذه رافقها اسم ايضا الراديال الشعاعي اللي هو يسموه مانسيني. هذا ايضا العالم هنا بكل بساطه الانتيبودي از انكربتد انتو اجار جل. راح استعجل طلاب شويه حتى ما اخركم، بس اوضح لك شنو اقصد بالجل، وهذه بتسهيل الله كلها راح تعاد المحاضره يوم السبت، ناخذ الجزء الثيوري وايضا ان شاء الله اسعفكم بالكثير من الفيديوهات التوضيحيه. طلاب الصوره واضحه هذه امامكم، هذا طلاب الجل اللي للاسف العام انتو ناجي. طلاب صوتي واضح بالنسبه للبقيه؟ صوتي تسمعوا؟ واضح واضح تمام، بارك الله بكم. اذا اعتقد السبب اللي فقد الصوت يعني اكيد النت، يعني هذه مشاكل خلينا نقول ما تخلص، مو صح؟ تمام، بس انتبهوا طلاب ما اطيل عليكم، راح اختم وياكم بهذه الصوره حتى شويه يصير عندكم مجال للمختبر اللي بعدي. بس انتبهوا وياي، هذا طلاب الجل اللي جاي اتكلم بيه، يعني اسويه انا الجل شنو اقصد بيه. هذا طلاب غلام، تجي ماده باودر يسموه اجاروز، هذا طلاب اجاروز باودر، وانت تحله ببفر يعني اكيد بكميات معينه، وبالتالي طلاب بعدين هو اصلا درجه حراره الغرفه، واذا اكو بروده شنو يصير طلاب بهذا الشكل. تلاحظوا لي حتى قوامه اذا اقدر اشبهه لكم، شايفين هذا الجلي طلاب اللي شلون يكون جدا هش، مو صح ولا؟ لذلك حتى يوصون انه انت بالتعامل معه تكون حذر وتنتبه اكثر. واضح؟ هو هذا طلاب الجل. وهذه طلاب الصور اللي قلت لكم ان شاء الله، هذه البورز الويل من قلنا ويل اللي هي تعني انا جيد صح لو لا او بخير، لكن هنا طلاب من تجي بالجل لا يتغير معناها، يعني حفره طلاب انت تسويها بالشفره تقصها بشكل دائري حتى تخلي بيها الانتيجين او الانتيبودي. واضح؟ طلاب انا اشكركم جدا وبتسهيل الله هذه المحاضره راح ترفع على اليوتيوب، وايضا ان شاء الله يوم السبت القادم بتسهيل الله أسعفكم بالفيديوهات الكثيرة ونكمل أيضا المحاضرة. وأي طالب اليوم فقد ويانا الاتصال لأي سبب إن شاء الله أيضا نعيد المحاضرة. شكرا لكم طلاب وأشكركم جدا على تفاعلكم الحلو، بارك الله فيكم. طلاب إذا الممثل موجود، علي شاكر موجود، أهلا بكم طلاب. بس أريد الممثل إذا موجود، وإذا ما موجود طلاب أنا راح أتكلم، ويا ريت طالب من عندكم أو أنتم يعني على جروبكم الخاص توصلون هذا الكلام، أريد تسمعوني زين. أنا مو وعدتكم إنه أسوي كويز، مو تمام؟ بمحاضرة أنتم تختاروها طلاب، اختاروا محاضرة وإن كانت المحاضرة الأولى، تمام؟ أي محاضرة اتفقوا عليها إن شاء الله اليوم السبت فقط الطلبة، إن شاء الله أنا ما راح أكوسكم بهذه المحاضرة طلاب، على ما نكملها وأحس شوية ثقيلة بها مفردات، واضح؟ هم إن شاء الله رست لكم كل يوم كويز مو صح. فبالتالي طلاب أريد الطلبة اللي ما أسعفهم لكثير من الأسباب والعفو عندهم زيرو هواي، وإحنا أريد نقلل الزيرو مو تمام، فإن شاء الله اتفقوا وتواصلوا فيما بينكم واتفقوا على محاضرة والممثل يتواصل وياي طلاب حتى أحدد لكم المادة، تمام؟ لا تدللون طلاب إن شاء الله. بس أريد منكم يا ريت كل ممثل بجروب طلاب يشوف أي طالب ويا، وحتى اللي يحب يعيد طلاب ما أطيل عليكم كثيرا، هسه 28 وأشكركم جدا وإن شاء الله نبقى على تواصل مع الممثل طلاب. شكرا جزيلا لكم طلاب، إذا ما عندكم سؤال حتى أنا إن شاء الله أترخص حتى تاخذوا راحتكم، بارك الله بكم طلاب. شكرا جزيلا لكم مرة ثانية وأعتذر جدا أطالت عليكم هسه 29. يلا طلاب إن شاء الله ألتقي بكم يوم السبت، واضح؟ يلا في أمان الله.